طيب أستاذ جابرييل، الرئيس الإيراني في تصريح جديد له يقول جرائم الكيان الصهيوني تتجاوز الخطوط الحمر إنسانيا وعسكريا، وهذا قد يدفع الجميع للتحرك. ما شكل التحرك المطلوب، خاصة كما تعلم أستاذ جابرييل يعني إسرائيل لا تزال لا تعطي حجما لقرارات الأمم المتحدة، وأي قرارات صادرة تراها تنتقدها وتراها غير ملزمة؟ بالنسبة للسياسة الإيرانية في الوقت الحاضر، يعني منذ أن بدأت هذه الحرب في 7 أكتوبر إلى الآن، إيران لم تقم بأي عمل عسكري، وحتى أن وكلاء إيران مثل حزب الله لم يقم بأي عمل عسكري ضد إسرائيل. صحيح قاموا بعمليات ضد القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا، ولكن بالنسبة لإسرائيل إلى الآن إيران لم تقم بأي عمل، وأعتقد بأن إيران لن تقم بعمل عسكري ضد إسرائيل، لأنه المستفيد الأكبر مما حصل في هذه الحرب هي إيران. إيران كانت ترفض التطبيع منذ اليوم الأول، وبصورة خاصة عندما أعلنت السعودية بأنها تريد التطبيع مع إسرائيل أو أنها على وشك أن تطبع مع إسرائيل، أول دولة انتقدت ذلك وعارضته بشدة كانت إيران. فإذا هذه الحرب أوقفت التطبيع، هذا يعني بأن إيران استفادت. أضف إلى ذلك بأن الرئيس بايدن سمح لإيران بتصدير النفط إلى معدل 3 إلى 3.5 مليون برميل في اليوم الواحد. أذكر جيدا عندما كان الرئيس ترامب في البيت الأبيض كانت إيران تصدر بحدود 400 ألف لا أكثر. فإذا زاد تصدير النفط الإيراني بحدود 3 ملايين برميل في اليوم الواحد، هذا يعني أن دخل إيران في الأسبوع هو أكثر من مليار دولار، مما يعني بأنه إيران لم تخسر شيء. صحيح لم تكن وراء العملية التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر، ولكن إيران ساعدت فيما يتعلق بتدريب حماس، بتسليحهم، بتزويدهم بالمال إذا اقتضى الأمر، ولم يتعدى ذلك. لهذه الأسباب تجدين بأن حزب الله يقف على الحياد، إيران تقف على الحياد، يعني كأنه الكلام ما عليه جمرك بالنسبة للإيرانيين، لأنه هي المستفيدة مما يحصل في الوقت الحاضر.